لكن اعذروني نواف الفزيع في مرارة قالها لكم التجار بيدوسون على راسكم وقاعد يدوسون على راسنا اعذروني ما قاعد اقول هالكلمة عشان ادغدغ مشاعر لكن لما رب الأسرة الكويتي يصل فيه الحال رغم الرواتب ورغم اللي يقولون عنه من 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 سعة من العيش انه ما يقدر يكمل الشهر بسبب هذا الغلاء اللي يعيشه